عشان السكينه تبقى مظبوطه بالمنظر ده. وبعد كده بعد فتره بتلاقي السكينه في ايدك بنفس المنظر ده. تشوف حتى النعومه في القطع، تلاقي الصوت فيه نعومه، مش تلاقيها بتقطع بخشونك كده بتعمل صوت مزعج، لا في انسيابيه وفي صوت ناعم جدا في قطعيتها للورقه كده. هي جت عندنا كده شكله وكذا موديل وكذا نوع. ايوه طبعا اللي يسال على المسنات سهل الاستخدام، تجيب الشكل هذا، هذه طريقتها كذا تسنها بالشكل هذا، وهذا المقاس الصغير كذا بنظام هذا ما شاء الله تبارك الله. طبعا الصفر وهذا حجمه، تحطه في الجيب لا ياخذ مكان عندك ولا شيء، بالعشبه بالمتنقل باي مكان تبيه، بالدرج حق السياره بكل مكان. طبعا بالنسبه للسكاكين من افضل انواع السكاكين والسكاكين اللي موجوده عالميا تعتبر السكاكين ام طاحون الالماني، تجيب للسلخ للذبح بكذا مقاس وكذا شكل. طبعا في منها اللي يعني في يد خشب في بلاستيك ولا كله نفس النوع؟ في يد بلاستيك. طبعا هذا الخشب طبعا في منه للذبح وفي منه للسلخ. نارين تعال. طبعا في هذا اللي هو المقبض البلاستيك دكيك. هذا للذبح دقيقه هذا للذبح وهذا للسلخ. ايه وفي منه الشكل اللي هو هذا، هذا في منه بلاستيك وفي منه خشب. طبعا شوف هذا واحد للذبح واحد للسلخ. طبعا في مقاسات، طبعا في هذا اللي يجي الشكل هذا مقبض خشب يجي منه للذبح وللسلخ، وفي الشكل هذا شوف طبعا هذا الشكل يختلف، هذا جاي كذا مقوس وهذا العادي. وفي عندنا الطقومات هذه، طبعا هذا سكينتين ومسن. طبعا كم سعره يا نارين هذا؟ 323 الطقم هذا، وهذا سعره 285. سكينة سكينة ومسن ها؟ اي سكين للمقاس الكبير للذبح وهذا للسلخ وهذا المسن. ايوه طبعا هذا خشب وهذا المقبض بلاستيك، يجي الشكل هذا ويجي الشكل له هذا مايل ها؟ المايل اي سكينتين ومسن. وفي الوتير عندنا طبعا نفس النظام، هذه للذبح وهذه للسلخ ويجي معها المسل. وهذا الشنطه سعر الطقم هذا سعره 185 طبعا على عرض. وهذا الوتير يجي منها المقاس الكبير هذا، ده ساطور ولا مسن ولا سكين؟ ده سكاكين ما شاء الله. طبعا للتقطيع ما شاء الله. طبعا في الشكل هذا الوتير، طبعا تشكيلة واسعة من السكاكين اللي موجودة بالمحل. طبعا عندنا تشكيلة واسعة من السكاكين الفرنسي والصواطير، فيها شيء للذبح وعندنا شيء للسلخ ما شاء الله تبارك الله. تشكيلة واسعة، وهذه الصواطير ما شاء الله. طبعا السطور هذا سعره 327 ريال، من أفضل الصواطير اللي موجودة عندنا. وهذا الشكل اللي مقبض خشب. بالنسبه للسكين ايش نوع هذه؟ نرويجي هلي، هلي هلي. هذا سكايد هذه الصندة هذه اساس سكين كايدة التسكين 4 3 4. بعدين هذه اولد بيار ايطالي، كله هذا هذه كلها ايطالي؟ ايطالي مبدا كل الصفحة هذا اللي طلع فيه كثير انه في مسكة هذه فرق لماذا اقول انه طبعا هذا قسم كامل للسكاكين اللي موجوده لدى مؤسسه برق الحياه ما شاء الله تبارك الله، بكذا شكل وكذا موديل وكذا حجم. سكاكين الماني وايطالي وفرنسي وكلها نرويجي جميع الشركات اللي موجوده. هذه سكين هلي، هذه هلي جيب الطقم حقهم طاحون بالله. اي صح جيبه. طبعا يجيك الطقم كذا بالشكل هذا، شوف يجيك بالشكل هذا.
طبعا هذا هو الطقم. طبعا كيف طبعا ما شاء الله تبارك الله من افضل السكاكين اللي موجوده بالمحل، سكاكين ام طاحون الالماني، شيء للذبح للسلق من افضل انواع السكاكين الموجوده، شغل يدوي. وين الام وعل؟ هذا ام وعل، هذه سكين ام وعل، وهذا الوعل نفسه. جيب لنا السكين ام وعل بالله. ما شاء الله طبعا هذه السكين يفتك بالشكل هذا، يجيك تبي تصفطه شوف بس كده. سكين من افضل انواع الموجوده، حجمها صغير وادفه ولا تاخذ مكان. سعرها كم؟ 135 ريال. طيب اعرف السن سكين ولا ما اعرفها؟ ناري حرك حرك ايدك طق طق طق. ها هي اللي عندك. خلاص هذا ناري، هذا ايش اسمه؟ هذا مثلا ايش؟ مثلا بولكوناس، هذا مقاس كبير وهو مقاس صغير. طبعا هذا طريقته كيف؟ نفسه نفس الفكرة. كم سعره هذا؟ هذه 93، هذا 192، كبير 192.